وكان اجتماع تحضيري للقمة التنموية عقد أمس في الرياض. كسرت الأحداث التي تعصف بالمنطقة في ظل الربيع العربي حال المراوحة والتردد الذي يطبع العمل الاقتصادي العربي المشترك لتتحول القمة العربية التنموية الاقتصادية التي ستعقد الاثنين والثلاثاء في الرياض إلى محطة مفصلية. وتحضيرا للقمة عقد الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي وسط مشاركة فاعلة للقطاع الخاص العربي الذي يترأسه رئيس الاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصار. وأكدت الكلمات الافتتاحية على ضرورة تعزيز التكاتف العربي وعدم تجاهل طموحات الشعوب العربية. ومن هذا المنطلق فإنه لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليديا مما يتطلب معه الالتقاء بقراراتنا إلى مستوى شعوبنا وقيادتنا. الوزير السابق عدنان القصار قدم في كلمته أمام المجتمعين وثيقة منتدى القطاع الخاص العربي التي أقرت منذ أسبوع بعدما تحولت إلى بند أساسي على جدول الأعمال، طارحا خارطة طريق قابل للتنفيذ في مجالات حيوية عدة. نحن الاتحاد العام للغرف التجارة هو يلي قام بالمنتدى يلي حضر للقمة. جينا بالرياض من أسبوع وعقدنا منتدى حضروا 950 مندوب اجوا من 18 دولة عربية كلها بتصب بتنشيط الاقتصاد والتعاون والتجارة البينية. كله هيدا عمل جبار الحقيقة. كيف ممكن ينعكس هالشي يمكن وهالاجتماعات والمجهود اللي عم تقوموا فيه على الوضع اللبناني؟ بده ينعكس دايما إيجابي، على اعتبار اليوم نحن ما بنقطع الأمل أبدا من أنه العلاقات العربية اللبنانية بدها تستمر وبدها ترجع تنمى، وإذا كان في سحابة صيف مرت ترجع بتروح. فنحن بنعمل اتصالات وحي اليوم موجودة على أعلى المستويات، ولكن مفروض كمان أنه عنا نحن الدولة تقوم بدورة. تجدر الإشارة إلى أن القصار كان له سلسلة لقاءات واتصالات مع عدد من المسؤولين الرسميين في المملكة ورجال أعمال عرب لحثهم على الرجوع إلى اعتماد لبنان كوجهة سياحية واستثمارية، مشددا على أن لبنان يتمتع بقدر ملائم من الأمن والاستقرار.